بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إلهي سبحانه وتعالى دينت إسلامك وحقوك لغي دين دتك أغوعظ أنشح يدبي عد في عن وحي مر والبدتك أتصاليسا أما أي أمرتا وحيابها أي كجاران خيرك إي وناق أدونك آقرا. دينت إسلامك ودين مركز تسود ويسا وحدتك وناق إي خيرك ذاك جراء وحوال بقادتك مؤلفة إي إسكسو ضمد إي محبك أبورتا وحي مر والبكالة دقالانتا دبي عضها حن حن كاء إيا وحيابها بلشدة أنكو في عنين. دينت إسلامك ودين إلهي أو أدورتي مجتمع إن لغو ناجيو ودين لوغو تلقلي إنو رب دتك أو أغتام يالو مكارمت أخلاق ذا إيا دبي عضها في عفيعن. سيدا درتيد وحاكمت أه موضوع يالك أن ربنا إنان مانتا كهضلنا كاسو كسار سنظنق إيا ملاح حن ودتك مسلمين تا اي اسكو دح قاضان ايا ان الالا اني بلشدو نقطو دتك ويناكسن دبي عدها قبيحة مثلا بلشوينك ايا قريها اني النقضان قريا لغو دقصال النم ايا ويناك مثلا ناك ننقبتا اني سن دبدا اذن اما سوحيابك لا اي سن سمينن سيدا بعض بريهان دمبي اما ربي سبحانه وتعالى تاسن اي تلماميسو ان دينتي صلى الله غفوغادو. اله وحويري اساقو دتك مؤمن انت اه امرا يا امر في عن كان الريبا يا وحيا بحما تبضا ايو يريا ايها الذين امنوا وردتك ايمانك لغهلي ور اذنك وايدتك ايوانا انفع ذي دقيست وحبا ليذنك الريب دوناي وردتك ايمانك له وايذنك دتك مر والبا وديارك اه اني فليان اوامرت الهي. يا ايها الذين امنوا دتك ايمانك لهدي مقلان هي صورة رعيان هدي جيفين أي فردستان هدي فردين أي سو استاغان وحي ديار ويهين إني فليان وحل أمر دانو أما أي كتغان وحيابها لغا ريب دانو. ويا يا أيها الذين آمنوا أما وحبالس أمرا أما وحبال لغا ريبا دتك إيمانك لهدي مقلان. يا أيها الذين آمنوا فرحب يا رين رين أمدنا مقع أغفي عن أي قفلوغو أيا لوغو عي وإيمانك أحد قيمة بضن أيا أياري وإله سبحانه وتعالى. مع ذلك أي مؤمنين تمر والباء وحا أي راعا أوامرت إلهي. يا أيها الذين آمنوا وردتك إيمانك لغا هليو اجتنبوا كثيرا من الظن وحاتك فقاتان وآتك دقاقضان وحبضن او ملها وحا ايان املايا كتغ ايوير الهي اجتنبوا كثيرا من الظن. ويو ان بعض الظن اثم ملها قاركيس ودنبي هدي دين تقل اوسن كسل اسمين اما وحيابها لطلمامي اوسن اهين دنبي ايو نقضى ان بعض الظن اثم ملها قاركيس ودنبي ايوير اله سبحانه وتعالى. ولا تجسسوا وردتك ايمان كلهوها إذ جاسوسينينا
war hadalaha iska kala qaadinina ha noqonina dad bulshada xumaata iyo colaad ku abuura walaa tajassasu walaa yagtab bacdukum bacda qaarkiina yuusan qaarka kala xamanin ha isxamanina ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala waayo xantu waa shay mamnuuca waa wax aan la ogolayn waa dabeecadaha xunxunka ah oo ilaah diide walaa yagtab bacdukum bacda qaarkiin yuusan qaarka kala xamanin waayo ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi mayta axadkiin ma jecel yahay inuu cuno walaalkiis hilibkiisa oo meyd ah walaalkaa oo dhintay hilibkiisa asagoo meyd ah inaad cunto ma jeceshihiin ayuu yidhi ilaahay ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi mayta fakarihtumuuhu waad karahsateen arinta waad nacdeen walaalihiina oo meyd ah inaad cunteen hilbahooda iska daa ayagoo meyd ahee ayagoo nool xataa fakarihtumuuhu waad karahsateen ee wattaqullaaha ilaahay ka cabsada waayo xantu arinta ayay la mid tahay ilaahay waa alla tawaab ah oo tawbada aqbala haddana naxariis badan subxaana wa tacaala haddaba aayaddu waxay noo tilmaantay arrimooyin fara badan oo haddii layska dhaafo bulshadu ay ku wanaagsanaanayaan haddii lagu camal falo ama la sameeyana dadka shaxna iyo colaad iyo dhibaato iyo kala go' ku abuuri karta maca daalika ayuu ilaah yidhi ijtanibuu ka fogaada oo ka dhaqaaqa arrimooyinkaasoo dhan haddaba malaha aad iyo aad ayay u xun tahay dadku maanta waxay noqdeen dad malaha ku camal fala abii hurayra rasuulku wuxuu ka wariyey inuu nebigu yidhi iyaakum wadanna waxaan idiin kala digayaa idinka iyo malaha saasay ila tahay waxaasaan u maleeyaa hebel inuu saas yahay ayaan u maleeyaa waa wuxuusan sixadiisa iyo sida ay tahay ogeyn weligiis wuxuusan maqlin maca daalika ayuu yidhi nebiga iyaakum wadanna waxaan idiin kala digaa oo aan mar walba rabaa inaad ka fogaataan malaha waayo fa ina adanna akdabu lxadiisa malaha waa hadal lagu hadlo midka ugu been badan midka ugu xun waa malaha ayuu yidhi nebiga sidaa darteed iska ilaaliya saasaan u maleeyaa saasay ila tahay waa wuxuusan sixadiisa iyo waxa ay tahay ogeyn asagoo raba inuu dadku nusqaamiyo asagoo raba inuu dadku colaadiyo xaaladda noocaasa waa mamnuuc iska ilaaliya ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam maca daalika dadka iimaanka leh mar walba waa inay malaha iska ilaaliyaan waa shayga la maleeyo oo qofku uusan markaa ogeyn hadday dhacdo inuu qofku qof ammaanaayo ama uu raba inuu ka warbixiyo ee uu raba inuu ammaantiisa sheego ha yiraahda ayuu yidhi nebiga hebel saa ayay ila tahay waa haddii xasiibadiisa iyo sida ay tahay ee xaqiiqda uu haysto laakiin ilaahay ayaa wax xisaaba falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa ilaahay ayaa ku cilmi badan ilaahay ayaa yaqaana qofka taqwada iyo alla ka cabsiga ku dheere nafafyaalkiina ha nadiifinina naftiina ha tahirinina naftiina ha ka dhigina kuwa sareeya oo dadka kale aad u aragtaan inay yihiin kuwa markaa malaxun loo qaado xaaladaa joojiya ayuu yidhi nebiga maca daalika qof walba anshaxa iyo wanaagga iyo usluubta diinta islaamka ayaa waxay ka mid tahay dadka inaan ceebahooda la raarraadinin inaan markaa laisjaasusin oo qof walba qofka kale ceebtiisa uu kaga mashquulo rasuulku wuxuu yidhi laan janno iyo tuubo waxaa iskale qof walba oo ceebtiisa ku mashquulay kana mashquulay ceebaha dadka dadku maanta waxaad u malaysaa in la yidhi ceeba ma lihidiin ee dadka kale ayaa ceeba leh ee raarraadiya qof walba qofka kale ceebtiisuu raadina hadduu ceeb u waayo waxaan wax ka jirin ayuu u yeelaa hadduu u waayo dana xun ayuu u qaadaa xaaladaha noocaasa waa waxaan la ogolayn muslimiintana waa inay iska ilaaliyaan xaaladaha ilaahay diiday subxaana wa tacaala maca daalika mar walba qofku waa inuu sidaa ahaado waa inuu cadaaladda iyo khayrka ku socdo waa inuu mar walba naftiisa ku mashquula ceebteeda ileen qofku wuxuu ahaa qof alla subxaana wa tacaalaa khalqay meesha laga khalqay iyo meesha lagu khalqay iyo waxa lagu abuuray ama laga abuuray ayaa xaalo cajiib badan oo dhammaantoodba tusin karta ceeb socota bini aadamka inuu yahay taa ayay markaa tilmaamaysaa qofku waxa uu soo mara marka uu dhalanayo meel
ay najaasa soo marto marka uu uurka hooyo ku jira dhiig dhexdiisa ayuu ku jira rixmka inta uusan soo gelin waxa uu soo maraa amaakin noocaas ah maca daalika ayuu ilaah wax walba ku cilmi badan yahay ee ilaahay uu yidhi rabbi waa idin ogaa id antum ajinnatun fii butuuni ummahaatikum wakhti aad ku qarsoonaydeen hooyooyinkiina caloolaheede falaa tuzakuu anfusakum naftiina ha ammaanina naftiina ha tahirinina naftiina ha qiimaynina mar walba ilaahay ayaa yaqaana qofka khayrka iyo wanaaga leh war dadka waa inay mala fiican isku qaadaan malaha la diidaayo waa malaha xun qofka qofka kale waa inuu mala fiican u maleeyaa haddii walaalkaa agtiisa ay arrinkaaga timaado isla markii ha duulin mar walba mu'miniinta khayr iyo wanaag u maleey caaisha ayaa lagu been abuurtay oo la yidhi way zinaysatay radiallaahu tacaalaa canha waa sawjadii nebiga waa gabadhii cafiifada ahayd khayrka iyo wanaagga u saaxiibka ahayd waxaa loo tilmaamay ama lagu sheegay inay zaaniyad tahay dadkii xaaladiiyay qaadeen waxay ogaan waayeen khayrka iyo wanaagga ay leedahay guriga qiimaha badan ay degan tahay xaaladahaasoo dhan ayaa ka qarsoomay ilaa ilaah uu yidhi subxaana wa tacaalaa maxay mu'miniinta ugu malayn waayeen nafafyaalkooda khayr iyo wanaag walowlaa id samictumuuhum dhanna almu'minuun mu'miniinta iyo mu'minaadkaba maxay nafafyaalkooda khayr iyo wanaag ugu malayn waayeen oo ay u dhihi waayeen haadaa buhtaanun cadiim arrintan waa buhtaan iyo been abuurasho weyn naftooda ayaa la yidhi waxaa loola jeedaa walaalahood haddii ceeb lagaaga soo sheega walaalka waxaan jirin hadduu kaaga yimaado arrintaasoo dhan ha rumaysanin mar walba xataa haddii ay jirto adigoo sixadeeda iyo sida ay tahay iyo xaqiiqdeeda ogaanin qofka walaalkaa ah xumaan ha u daninin dhanniga xun aad iyo aad ayuu u xun yahay ilaahayna maraali kama ahan subxaana wa tacaala maca daalika qofka walaalkaa ah toddobaatan dhanni u qaad oo mar walba oo xumaan ay kaaga timaado amuusan saa ula jeedin dheh ee dhanka fiican markaa wax ka maleeya nimanka munaafiqiinta ah ayaa mar walba dhanni iyo mala xun qaadee dadka iimaanka leh xaaladaa laguma yaqaano yadannuuna billaahi gayra alxaqi waa dhanna aljaahiliya waxay u maleeyeen ilaahay waxaan xaq ahayn waa jaahiliga malihiisa ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaalaa waxay u maleeyeen gayra alxaqi waa dhanna aljaahiliya waa jaahiliga waxyaabaha ay maleeyeen maca daalika malaha noocaas ah aad iyo aad ayuu u xun yahay waa in dadka diinta ay raacaan xaqa ay fuliyaan oo dadka muslimiinta ah ay u arkaan inay wanaag iyo khayr ku socdaan war wax kasta iska daaya waxaana la amray inaan walaalahay dhanni xun u qaadin waxaana la amray inaan wanaagga iyo qalbiga u wanaajino waxaana la amray inaan khayrka iyo diinta ku dadaalno rasuulku wuxuu yidhi innakum laa tasacuuna annaasa biamwaalikum war idinka dadow dadka ma gaarsiin kartaan maalkiina xoolihiina kuma deeqi kartaan walaakin laakiin waxaad ku deeqdaan xaggiina ha ahaato basdiga iyo fiditaanka wejiga loo fidiyo waa basdulwajhi iyo waxusnulkhuluqi dabeecadda wanaagsan mar walba dadka meelkiina ma ku deeqdaan ma kala gaarsiin kartaan laakiin furfurnaanta wejiga bashaashnimada xaaladaha noocaas ah aad iyo aad ugu dadaala ayuu yidhi nebiga salawaatullaahi wasalaamuhun calay haddaba dadka in la wanaajiyo khayr iyo wanaag ayaa ku sugan rasuulku wuxuu yidhi yaa ayuha annaas war dadkaanow salaanta faafiya oo wasilu larxaama qaraabada xiriiriya wa atcimu aacaama tacaamka quudiya oo masaakiinta ku taageera wasalluu billeyli habeenkii dugta wannaasu niyaam marka ay dadku hurdaya tadkhulu ljannata bisalaam jannada ayaad badbaado iyo wanaag ku gelaysiin wardadow salaanta faafiya maxaa loola jeedaa salaanta faafiya waxaa laga wadaa salaamtu waa nabadgeliye isbadbaadiya war qofku markuu assalaamu calaykum waraxmatullaahi walaalkiis uu yidhaahdo waxaa loola jeedaa dhanni xun kuu qaadi maayo afkayga iyo adinkaygaad ka ammaan helaysaa wax dhibaato ah oo aan ku gaarsiinayaa ma jiro maca daalika salaamtu macnaheedu waa sidaa waa isim ama magac magacyaalka alla ka mid ah rabbi ayaa ugu deeqay dadka khayr iyo wanaag iyo barakay ku gaaraan ee yaa ayuha annaas dadkanow afshu salaame salaanta faafiya ayuu yidhi waxaa nasiib daro noqotay maanta
مانتا إنان السلام عليكم إصبحنا مع ذلك أنا إسنبت قلنين أون إسحمنا أون إسدلنا أون إصبعنا أو دتك ملح الله قاب أو مشاكلات بضن لسمعي حالة دنو عاس ووحان لو بهنين دتك إيمان كالهو سلام تكرن شيغا سلام تدحذين كفافية رسولك وحوير جنب ألقلي ميسان إلا أد ربك رميسان ربنا رمين ميسان إلا أد إسكجعلاتان ما إذن تصيا شيء هدي أد فشان أد إسكجعلانيسان أفشو السلام بينكم بحذين سلام تكباهية ورنبت قلية بحذين كفافية ور إذن كإس أمان قلية أفك إسك إرهذا حبمها أغشقية قلبها إذن كأهاتو أيو يرنبيك بعدما نان رب رمينين أما أنجن قلينين إلا إنان رب رمين ما هاني ربنا أن رمينين إلا إنان إسجعلان ما هاني أننا إسجعلانين إلا إنان إسسلامنا ما هاني أيا كركين وحا واجب كؤا إلان سلام تفافنو إلان دتك دحذوذ سلام تكباهنو رسولك وحوير قف ألا لقفك خير إيا وناكربا وإنو سدح وحيا بوت سمايا نفتي سوا إنو أقرصور عدالتنا أسمايا وإنو سلام قف والبقو كهر يمادا عقفك أو يقان إيا قفك أو سنكسين أو مركا مسلمين تكمتا مع ذلك سلام توحا أي كمتا هاي أرموين كنوعاس رسولك وحوير مسلم كمسلم ككالي حق أو كل يهي والح وحيابو رواية مشان ايه تلمانتي مدكو مر والبو عدلكو لانتوا انا السلامتو مر الله مرك اوكا هري ماذا سلام وحادكو سلاميسا السلام عليكم ورحمة الله ها اهاتو وحيابها كالئي ليسكو سلاما ووحان وحبك جرين السلام عليكم ورحمة الله وسلامت اللوغو تلقل ايدتك مسلمين تا اني اسكو سلامين صبح وناكسا ايان سلام اهين وكو سلامي ايان سلام اهين وحيابها كلا اي اسكو سلام شباب كعصب ايان سلام اهين ذيان كو سلام دبليو ايان كاغ قاضي وحيابها لمدكا كل ووحان دين تا اسلام كوافق سنين ولالك حدا الله كولان تقوائنا طهضا السلام عليكم ورحمة الله نبيغا من ايا ايمت مركاسو يري السلام عليكم طبعا ايو يري نبيغا وافق ليستي ننك لا ايا ايمت مركاسو يري السلام عليكم ورحمة الله رسول كل راتن ايو يري ننكي وافق من سدحات أيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوير رسولك صدم أيوير محاد لجيدا أيال لير السلام عليكم واطبا أيوير ورحمة الله واطبا كلي وبركاته نواطبا سدحات مع ذلك قفك هدو انت صدر وناجا يا خيرك أيوغار إله حوير وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها هديل إذن سلام هديل إذن تحييو هدي دشي نسلان لغو صوتور وإذا حييتم بتحية فحيو بأحسن منها وحد كسلامتان أحد كي إذن سلامي سلامتو إذن كسلامي متكفي عن أوك قيمة بضن أوك وناك بضن السلام عليكم كليجيت هدوك له وعليكم السلام ورحمة الله أضميستر هدبطا متكفي عن كسلام أو ردوها أمتيسي أوك لأعلي أيو ير إله سبحانه وتعالى هدبطتكوا إني حالة فليان مر والبو والالكا أدلق لانتوا إن السلام تا أيو يري نبيغ رسولك وحو يري مر الله الله مرك أو بكض أما أو جردو صرير تكر أما سأو عسبتالك آد وإن أدبوقة سلام أد أغطقتا إن سلام دتك جيران أيام لا أمري خير إيا وناك أيا لغو غارة محان دت سلام مانتا محان السلام عليكم طهما محان دتك كسو بوقنا قريهود دتكي أوتن ظنحن إيا ملحن أيا لسكو قبا درس درس أمسن أيان جرين مانتا بل بل أمسن أيان جرين مانتا أمد كوت ككلا هدو خير كأشيغ أملا يدنا كلا إني جرين آخر زمانك وحا إيمان دونا دد النسيحينين نصيحة دانا نعبن سيد رسولك تلمامي صلوات الله وسلامه علي نصيحة دا وحكا لأو أركا ورقوم آن اسكو النسيحين ددك النسيحين آينا آن جعلين ألا أكتي سخير إيا وناك أي كليه المالي ولا ليال اسكو النسيحي وردد اس آمنسان أو ولا لأه نقضة وردد قلبي قوضة خيرك إيا وناك أو جران نقضة قف والباء كان كالظن حنيوسا أقاذل قف والباء كان كالظن وناك سن
هو قاضو حالة داسة وناك إيا خير لغو غارة درسيال كيان إسآمين سنين نمان كي إيا ناقه إسكو دحي إيا حاسسك إسكو أها أيان إسآمين سنين مانتا إلمه إيا والدك أيا كلا أمام بحي أو كلا أمام بالي حالة داسوطا وحي كلفتي أما سبب أها دينت إلهي أو لغد رقي ولا ليال دينت الله أسوان نقضة ور أيضا دبك إيا رفاك اللوغ بحا أيضا دتك ولا ليسون مديسا أيضا دتك ككوريس إباطضة إيا قربضة ور أوس إيا خسرج طور إيا سيديتن سني دقال مايين وحي كسعدين دقال آد إيا آد وبعن دقال كي إسجارسيين دقال آن لسو كوبي كرين طريق دا أيو أها إلا نبيغ أي آمينين صلوات الله وسلامه علي إلا أي قلبك قشتين إني أحاديث تكون نقمان إني آيادها الله كرون شيغان إني حق إيا دين تكون سعضان إلا أي دحمرتي محبة إيا جعيل وناك دحمري أن ولي وضل أركل إلا ألا أوير واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وارقب صد حريق إلهي دمانتين إيا إذن كو ودجرا تفرارق كان كتغا هكلا تكتغين أيوير إله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واروحات حصوصة نمع ذا الأوكر كينا أهاتي نمع إلهي أيا ربي إذن كما نيستي نمع ذا نوع عاس حصوصة نمع ذا سهل ما منا نمع ذا سكو شكرية نمع ذا مرو البؤقاذ نمع ذا كترجم أوكر شاق واذكروا نعمة الله عليكم وقرمي إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وقت أطهيدين كو عذويا لا إسكهر يماذا أو دقال حربية أو أهلية دحمرة كو إسكهر يماذا أياد أهيدين إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إلهي أيا قلبي الكين إسكو صدمي فأصبحتم بنعمته إخوانا إلهي نم عديسة ولا لكم نقطين نم عذا دولار لسيي ماها نم عذا بابور لو قيبيي ماها نم عذا بلنقاد كلا أو لو بلنقاد إن كرسي لو ديبو مدح لغتقا ماها نم عذا أي الله حقيسة أغتمت أي كوالا لوبين ودينت الله سبحانه وتعالى وقرآن كمنزل كأه أي رب كلام كيسة ونبقى لف أهانتيس صلوات الله وسلامه علي فأصبحتم بنعمته إخوانا من عديس أياد ولا لكم نقطين مركي هرنا فيري وكنتم على شفا حفرة من النار قد قركيس أو نار أياد تاقنيذين وإزدقا ليسين أو إسباب إنيسين وحاد إسكدقيسين ضد مركا إسلباطي مع ذلك قد قركيس أو نار أيو إله قتل مامي دقالك اللغو مقا عابا دقالك حربك إيه أهلك سيدا درتيد أيو إلهير وحاد أهيدين على شفا حفرة من النار قد كيسة أو نار فأنقذكم الله إذن كسوكري حقيدة إلهي إذن كسمة بحي وحسى الله غمنا يصنعي وأوس إيا خسرج إي دتك إيمان كله إي رب ربي قد إلي قير كيسة هلان جنر إيا نمعظ الله سيئو وإني كسفو صفاتك الله تلماما سبحانه وتعالى دتك هدي حال دا سميان خيرك إيا وناقا إي كدذالان دينت الله أي راعان وحي نقنايا كو ورالاء مع ذلك مسلم كمسلم ككل وإنو صنظني إيا ملح أقاذن خيرك إيا وناقل أوكل دذالو مروا البقو لكم وإنو سلامة إسلامك سلامة وإنو دها السلام عليكم ورحمة الله ولا لو أفكيك أيا سلام إيا نبت قليكا قتمت إندهيك ساسوكل قعنهيك اللقهيك قلبكيك أوطن وحاكا قتمت أوكا صبح ذي السلام إيا بدباد إيا نبت قليو إنو قفك صداته مدلبات وإنو صبوك مر الله على مرك أوبكب أيو يرينريك صلوات الله وسلامه علي رسولك وعير اوكل حبي او دنت وا انو سغوتيا ولالتني مد قيمها اي ليدهي فير حتى حاله دغيريده اي marka dimashadu ay timid ayay san gaafil kala noqonin wa walaala dab ah oo mahabba iyo kalsooni ay ka dhaxeyso ala diintiisay ku walaaloobeen illa qabriga oo ka galo ayu sagootina wa si raaca wa inad sagootisan oo aad tashyiicisan ayuu yiri nabiga janaasadiisa oo mar allah la marka oo dhintana wa inad sagootida oo raacda mu'miniinta qabri unka ayaa kala geeya maahane meel kale ay ku kala baxaan ma jiro wa sagooti markuu ka qoostay ee qabriga ciidda lagu shubay ayuu ka soo noqday waliba taasoo keligeed kuma dhaafina duca ayuu raacsiina mar walba ayuu u duceyna ee fiiri waladiina jaa'uu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
حتى مركي قبريالك قالين او اي دنتين مؤمنين تعجائبت اي ليهين اي دين تسيد اي اسلوت اي اخلاق ذا وناكسن ابرتي انشح في عن اي ابرتي وحاك فهنيسا ايو عيد لغو قري او قبري لقليي اي سغافل كنقنين او مرو البحضان وحي قرات كود اي عقل قود اوسيي انيه المامن اي حدنا اجا ادعيا والذين جاءوا من بعدهم dad ki fiicna ee wan wanaagsana ee dhintay qabuurta galay markay tageen ka gada waxa yimid kuwa kale walladheena jaa'u min ba'dihim maxay dhahayn yaquluna rabbana ighfir lana ilaahay yow noo dambi dhaaf anaga iyo wali ikhwaanina alladheena sabaquuna bil iimaan walaalaheen iimaanka nooga hormaray ma aha walaala ay naas isla nuugeen ma aha walaalay calool iskala soo baxay laakiin walaalaha xagga diinkay ula jeedaan walaalka naaska la nuuga ee caloosha la galay haddii diin Alla waafaqo oo khayrka iyo wanaaga ay ku heshiiyeen oo Ilaahay diintiisa iskula socdaan way ka sii qiimo badan tahay laakiin walaaltinimadan la tilmaamayo ee ay leeyihiin waxa u dambi dhaaftaa Ilaahay walaalaheen alladheena sabaquuna bil iimaan oo iimaanka nooga hormaray oo diinta horay u raacay oo khayrka markaa fuliyay xataa qabriga ayagoo ku jiray u duceynaya qalbigeenana Ilaahay oo qilli iyo xaqdi iyo xumaan ha u yeelin xaqdi iyo xaasidnimo Ilaahay هو قلبي جينا هو جلينين ظن يا ملح الله ظن يا إله قلبي جينا هو جلينين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم سدا سيدها يان ضدك مؤمنين تاء ساسا لغو يقانا قبور تمركي أسعدان أي سيد سيوتيين مر الله لما مرك أي جردين أي اسبتال كأي قريها كسو بوغذين مركي كهري ماذين أي سلامين انت صوتا ولا التني مضع أي خير كأي وناقا لغهلا مرك وانا xaalad aad ugu dadaalna wardiinteena waa diin wax loo dhiga aan jirin waayadoo kale aan adduunka lagu arkin sida ay u qiimo iyo wanaag badan tahay waxaa la ii soo bixiyay inaan taam yeelo oon dhameystiro makaarimta akhlaaqda ayuu yiri ayaa la dhahay nebiga aw kamaaqaal xaaladahaasoo dhan waxay tilmaamayaan in nebigeenna loo soo diray inuu kaamil yeelo ee uu dhammaystiro makaarimta iyo akhlaaqyaalka kuwa markaa ugu fiicfiican diintu waxay la mid tahay iyo islaamnimadan sida masalka laga bixiyey guri la dhisay oo la qurxiyey oo la qiimeeyey oo la rinjiyeeyey albaabaha iyo dariishadaha kulli loo sameeyey laakiin waxaa laga tegay hal meel oo maal macbulkeeti la saaro oo kale ah intaas ayaa markaa la dhaafoon la wanaajinin dadku waxay guda galeen inay daawadaan inay daawasho ugu yimaadaan guriga ay fiiriyaan macadaalika aad iyo aad ayay ula dhaceen mid kasta oo yimaada wuxuu dhahaa gurigan qiimo iyo wanaag badana hadduusan labinada iyo booska bulukeetiga ahaa lahayn inta haddii lagu dari lahaa gurigu taam ayuu ahaan lahaa waa diinta islaamka ama dabeecadaqaana diinta nebiga waxyaabaha loogu talagalay in meesha lagu dhammaystiro quruxdeeda ayaa taam noqonaysa war diinta qiimaha iyo wanaageeda fiiri rasuulku wuxuu yiri iyaakum waljuluusa cala turuqaati war waxaan idinkala digayaa idinka iyo jidadka oo la fadhiisto war jidadka oo la fadhiista anshax iyo asluub wanaagsan ma ahan ayuu yiri nebiga war wadada aad fadhiisataan dhaafa waxaan idinkala digayaa idinka iyo fadhiga durqooyinka la fadhiisto saxaabadu waxay dhaheen maalanaa buddu min majaalisina rasuulki allow anagu kama maaranno inaan fadhiisano rasuulki ilaahay waa la budda oo wax aan laga maarmi karin waayo nataxadathu fiiha waan ku dhex sheekaysanaa weliga waxaan rabnaa inaan iskaga dhex sheekaysano rasuulki ilaahay kama maarmi karnin adiguna waxaad leedahay jidadka ha fadhiisanina rasuulku wuxuu yidhi fa amaa idaa abaytum haddaad iga diideed facdub طريقه حقه جدك حقي صصي ايو يري نبي صلوات الله وسلامه عليه ورحدات جديد جدك اناتك قعدان ood masaajidada fadhiisataan ama guryihiina aad fadhiisataan ama goobaha muxaadarooyinka aad tagtaan xaaladaha noocaasa haddaad iga diideen oo aan idin dhahay iska dhaafa jidadka la fadhiisanaayo oo aad dan ii sheegateen oo aad dhahdeen rasuulkii allow kama maaranno waa ku sheekaysanaa meeshaas ayaan joognaa haddii xaaladiinu sidaa tahay oo aad diideen waayahee iska fadhiista laakiin siiya jidka xaqiisa qaaluu wamaa xaquhu xaqiisu muxuu yahay ayay dhaheen saxaabada ki ilaahay wadada xaqiisu maxay tahay war fiiriya xaqa jidka uu leeyahay war qofkii siin kara xaqa jidka uu leeyahay fadhiiso kaan awoodi karin oon siin karin oo ka istaag oo gurigaaga gal amase meel kale oo dadban aad jidka ma fadhiisan karo ilaa qof xaqiisa siinaaya maahane war xaqiisa maanta waxaan ka dhignay gabdhaha soo mara oo la tuuriyeeyo oo la caayo waxaan ka dhignay dadka oo la aflagaadeeyo waxaan ka dhignay qashinka iyo biyaha oo lagu daadiyo rasuulka fiiriya markii la yiri wamaa
حقه قال قبض البصر وأرق أول الله أي يري صلوات الله وسلامه علي إن إنبه الله طام إن هذا الميفيرين وحيابها ماشى صومرايا دمرك ماشى صومرايا إن هذا الدين إيا وكف الأذى لبك أؤك طافتان أم أدك جوجسان ورد السلام سلام تؤ أدرد ساب أوقفك إذن سلام السلام تكقابا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعناك أو أدك أمرتان منكرك أو أكربت واجدك حق أوليه ولا ليال أن اسوي ديني مصين جدك حقي سجواب توامي ورقف والبا أو حقاك صوب بحكر ولو أقوليه خفك أن سينكر جدك حق أوليه نلوم أقول إنو فقستو ندكوب وإن بها أولا لابو محان إن طلابنا مانتا حمانتا أيان أذيك سنة دمركي أيان لغضا وضا وحوالبو رب حاران تنمي أيان لو استعمالا إن به مانتا ندلبا وادبك أول علي أيو يري نبيغا محادب لعلي مانتا دبك أيان كسميني قاطع طريق أيان لنغضو دبك جدقوية أيي سميين دبات فربضا أيي دبكو استعمالا قبله أيان جدك كمري كرين وحواناكسن أيان جدك لغو سمين كرين وكفو الأداء دبك أول لغا إلي أيو يري نبيغا ند سدحاد وسلام تقول الرديو ورقفك السلام عليكم كير هذا أؤد سلامتك قاضو إن سلامتك رديسو إن سلامتك قدونتو حال ظهجتك حقي سيك مكتها يو يقانا أيا طالمانتا مر الله لمركنا لسو أكمر أنا غوفقنا من ماشا صومر السلام عليكم أو نجير هذا أنا غا اسفير في رنين مكو يقانا مي أذيقنا مي نجد درب سلامك حال دنو عسي طالة ورد السلامي سلامت أول لقاطو أيو يري نبيك أمل رديو معروفك أول ليس أمرو معروف اسم أمرنا مانتا منكر كان اس أمرنا جدك مركان فدين حمانتا اس أمرنا الله أقولي ربي أبتي سنة خير إيا وناك أن لوغا قاريني قفكي هذا إنو قفك لظني أقاض ظنك أو أقاضي ظني وناك سنها أهاضو حالة دنو عاس أيا في عمان إيا وناك بضن ظنك كالإلهي أبتي سخير إيا وناك أو لوغا قارا يا مجرو والله هدان ظني في عن إسكو قاضنو مكان هدو هدلو ككلمة ظني في عن أو أقاضو ولكن وحا أول مجيد إيس في عن أيو أول جيدي هدي لبهو وإلا ليبانا هذا الكيوتو سنة مانتا لإسكو قلو ضد أياد الحق شيغي كريم ومد أياد النسيحين كريم ضد أياد الدين تألقارسين كريم هذا قال الله نهضع وحتل اللقاشيغا هذا رسولك الله يرئات كدرتا لغو عينا اسكدا ضدك وحيابه هذا اي شخصية دود هذا وحكا شيكتو انا اتربتو انا مركا وحكا تصاليسو قال الله أياد لغو فكال لأيهي رسولك ساير أياد لغو بدبادي لأيهي او ملحون ليسكو قاضا ورولا ليا ملحيان لحمين ضدك نها اسواناجيانو خيرك إيا وناغنا آن اسكو ملين ووحان الدون إيا خير إيا آخرة خير إيا وناغ آنكو غارين وحاكا ميك أه آذابها ونواناكسن إيا دينتو أي نوجيح ذي أونا لوغو غطرة غالي إنان كو دقن قريها إنان اسكو احترام وردت فربضان أياجر أو آد إيا آد وحد قد بمانتا وردو مركو وافدنا آد إيا آد وآذك تي لقب إيا تان لقبين لبابابا انتا درتيد أيو إلهير وقرن في بيوتكن ورقريهين كن غال أو بنانكا أسو تبرجن أصوب بنام بحنا سيد أي جاهليك أتبرجان أما أي أصوب بنام بحان أوكالي وردو مركا قبت أو وناغ إيا دين تتصالي ورعفيف نمضى إيا وناغ هكو صور نقضاني حجابك إيا جلباك أقلي ورحشوتك إيا وناغ أمر ورفيري الدين تهير وحي قارتي إله مركا أوك هدلاي أويري وإذا سألتموهن مطاعا فاسألوهن من وراء حجاب هدا سؤال نيسان دو مركا هداد مطاعي وحيابك لوي ديس نيسان ومطاع فيري حمان أولم إنو دبات جارسية مرابو إنو رير كيدا كدوميا مرابو وحقو ويدي سنايا ومتاع فاسألوهن من وراء حجاب حجاب كقداشي سكسو آش أيو يري إله سبحانه وتعالى دومركي نبيغي قيمها إيا وناق بضنا أيا سيدال يري ورك ورمك وكال إيا كسوحر إيا مانت جوغ أيضو فتنتو بضطي أيضو دباتضو أي بضطي أيضو مشاكل كإيا حمانتو أي آد إيا آد أزياد دي وردومرك مانتو إلهي إنك عقصد خيرك إيا وناغنا آد إيا آد أقود ذالة رسولك صلوات الله وسلامه عليه عقبة بن عامر وحقوك وريي إنو رسولك يري إياكم
والدخول على النساء وحن إذن كلا ديجيا إذن كأي دمر كأولو قلو وقل قل كدمر كان إذن كلا ديجيا أيو يري رسولك رجل أيا يري أو أنصار تتمير أفر أي تلحمو قبض ماشيك كور رسولك إلهيو ماكتا ننكيذ ويلك لبشي كور أيو يري ننكا سؤاش ويدي نبيك أفر أي تلحمو رسولك وحو يري الحمو الموت وميت أيو يري نبيك وحو ولجيدا في طلط يشدد أغدرا وأصغا في طلط أغوه ماشي كتمادا أصغا أه إسكدا متك خارجك أه إيه بنانك أصغا أغدرا أيو يري نبيك وإنو سن أجلد نوالالكيس ناكتا أوقبو ووح عن لأغولين إلي كلغو دلغي قريدكو جرتو ومركا أغلا أيا لدي ذي فيري إياكم والدخول على النساء أغلي تانك دمركا إذين كالديغيا أيو يري صلوات الله وسلامه علي وردمرك وافقنا أغلينا وردمرك وإباتة إسكا إلالية وردمرك آتي آتي أي أذديهين رسولك وحوير وحان ليا بناها سيد أي عقل قابيهين حدنا أي أسرا كران قفك حازم كأ أما رجلك اللي قلت المام إنو يهي مدك عقلية إيا مدك الصاحب كأ ولي بحازم كي قوان كأغلي سيد أي أقيام كران أيان ليا بناها أيوه لهي صلوات الله وسلامه علي سيد درتير إياكم ثم إياكم وار إسكا إلالية أو إسكا إلالية مركي رسولك أوضح دو مركي قلقل كوضا دافا وحايري نم أنصار تتمير رسولك الله دو ماشيك كوران أساق ما أقلي كرا رسولك وحويري ميت أساق ميت أيا كرون إسكو هلين أيا لغا يابا إني إباتك تماضو هذا بويلش مسلمين تأهو دو مركي آب قبطان وإن الدين تكو تعليم مسان ولالك هدي أو يمادة قريقة كنجيت أي جوك تممنو أي كتهي إنو مركي أقلو ما أنت حالة دنو عاسم النقانو ما أنت حالة دنو عاسم جرتو ولالكي محاد أغفري ويسي الباك وصورة قل إنو قبدا كو دراق أما أو كفرو ورحالة دو صدا مئه إسكا إلالية وردين تا إلهي خير إعزي أييت المانتا نن إياناق مخل ويان إلا شيطان أيا سدح كن نقضى أيو يري صلوات الله وسلامه علي مع ذلك رسولكو حديثك لأيوكو يري لا يخلون أحدكم بإمرأة أحكيد يوصن إمرأة إياناق لقالي نقنن إلا مع ذي محرم إنو مد محرم أهمئي ذي هاي ماهاني ولالكيت إنو لجوغو إنو دكفر بضن ميش جوغان إيا أرموينك إنو جيران ماهاني إيا سنسيت كالبعين أيو يري صلوات الله وسلامه علي ور آذاب إسلامي وآذاب قيمة بضن وآذاب شرف يعزي له وحي إرساء أم أي سوء إرساء كرامة بني آدمك وحي أي دب أصانو ليساء كرامة أي دمر كليهين وحكل لوغو متل قليل وحيوان لوغو تل قليل إني رغو كتمتعان وأي كرا حيستان غير قلبيتك أيا سيدايري قبله مانتا وحي أماليان شرفتو إني بريئة قلبيتك هليان إني ودمد قالدك هليان وحي ليه الأر أيا صبحو أدود أي حقوق دا قبدها والحقوق قبدا وحضو دعون الله أهين مجر سبحانه وتعالى وردمرو سيحا لدينو طهي مؤجدين ميا إذن كونور إن ليدين دوغ جري مؤجدين ميا إن ليدين دحل جري سيد حوالها الله دخل او كلي مو اوغيدين ميا ديبا كفر بد الي دين كسمين جيري مع ذلك دينك اسلام تشرفتي الى قيمه دمرك اي لهايين ايي غدال اسو عليسي وحي كو ابال غودين اي شكرغي الله كدغين اني دهان دمرك مصالح دوده الهي ما يقان غير بر يرير قلبد ايا يقان ودمد يرط ايا تقان حالد نو عسا ايي كدغين ابالكي الله سبحانه وتعالى ماشي زدودي لو سو عليي كرامدودي لو سو عليي ما انت ديبو دحايا كسميهي دهين حقينا لدوصي ورحقينا معها إناد كرسي فقيساتان معها إناد أسمد أمرح نقطان معها أرد عوينك إناد هقامسان بل سواء إناد بنت ألا براتان قريهين آد كسقناطان خيرك إيا وناجة آد كدداشان رقا إذن قضاء آد احترامطان وآد أذيكتان ووحي ربي إذن كأمري آد أولا سميسان ورحالة دنو عاسا واقيمها آد ليذيهين ورشرفت آد ليذيهين أياساس آ شرفتي مانت وحيو أركين بارس يا لندن إناي كتنطان وحي أمال ayaan ilbaxni mad ay leeyihiin waana la ka duugay inay dayaaradaha raacan ayagoo surweelo wata ayagoo timaha u jiray yihiin ay hoteelada ee galbeed ka jiiftaan khamrada iyo waxyaabaha kale ay ku cadeen taas ay u arkeen ilbaxni mad ay ayagu sheeganaayaan war ilbaxni madiino waa xijaabka war heer magaalnimada iyo qiimaha aad leedihiin waa jalaabiibta waa guryaha aad ku sugnaataan war caafimnimo waaye war waa ku dhowsanaanaysiin qiimo iyo wanaagna waa ku gaaraysiin haddaba naagaha la qabow idinkuna aad iyo aad rabbigiina uga cabsada دينك
إلهي راعها نكحد قبنا وحيابها رب إذين ديري سبحانه وتعالى دمرك لقرسنا لقرسن كرين إن بضن أيو إله تري حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلا آيادو أي كتماتو مركي آيادا تماتي أيو إلهي والمحصنات من النساء ناقها لقبنا محصنات أيال لغو مقعارا ناقها محصنات كأه أي دورسن محي كو دورسنا ذين قور أيو كو دورسنا ذين فيري دمرك وحي كوينك سنان كرق وإلي قور كجران هاريك صومالي دو قارت أي رهدان أي قارين أيغو تلماما يحالة دمرك أي كسوغيهين وإني قعرق كجرتا أما وإني قد كجرتا مع ذلك قبر وحيطها قبر دورسن أو قيمة إيو ناقله دور حالة دور مركا لغا هلو وحاكمي دو مركا أي زوجتها لقبو مركا أولن مهرسد محصنات أيوكو مغا عابي إله إفير والمحصنات من النساء ناقها لقبا ليذين كحاران تيني ميي ورقو دذال أو إلهي نكا عبصدا ناقها لقبو أي لغا مقنية هاي قاسة أد يأد هالله احترامو رسولكو حوير إياكم والدخول وحان إذين كالبيجايا إذين كأي أغلقل كبضان أو أد أغلقليسا ناقها مقيبات كأه أي لغا مقنية هاي وردو مكرقوذو مقنية هاي أغلقل كوضبضان جوجية إلا إنا تسبح إي أفض يشنتهين ماهاني واحد دي دنكينتو واحد دي أي صورة قل نقطة إلا ساعدو إلا حلو ترو إلا سمتقانا لغا عنقبتو كليا حأتجن إذين كوكو حا أحتاق أيو يري سبا أي دين تأيو ناق إي خيركو أي قبتا لكن آد إي آد أي فول حما أتهاي ناقهي لقبي مانتا أو دم عايا نمان كالي آد إي آد أي فول حما أتهاي ناقهي لقبي أو لفتنين آيو أو رقا قبل كميد أي فتنين آيان حالة دنو عسوا وحان لو باهنين وردتك إيمان كالهو حالة دنو عس إسك إلالي رسولك وحو كوري من كالي رهد بريدة حرمة النساء المجاهدين نمان كمجاهدين تأه إردقال كآذي حرمة أي دمركوذ كليهين على القاعدين kuwa haray ee magaalada jooga waa isku mid waa rag walba oo baxa maagaha ay ka tagaan xurmada ay dadka jooga ku leeyihiin waa ka xurmada ummahaatihim xurmada ay hooyooyinkoodu ku leeyihiin ayay la mid tahay ayuu yiri salaatullaahi wa salaamuhu alay hooyada oo kale oo ixtiraam hooyada oo kale oo wanaaji hooyada kale oo kale u qadari waa ya xurmada dadka baxay iyo dadka fadhiya xurmada ay dumarkoodu ku leeyihiin waa ka xurmada ummahaatihim hooyooyinkoodu xurmada ay ku leeyihiin oo رسولكو انتا وحو رأسي ما من رجل من مجر او دكا قائدين تا اه اي مغالا كو حري كمد اه او يخلف رجلا من المجاهدين في اهله او حري من مجاهدين تا كمد اه اهل كيس او جوغ مع ذلك اساقنا او قضال مري او فيخونه فيهم انتا كقضال قياني اما سيرو انتو بين او شاقي وحيابك لا استعمالك ناكتي كفرتي اما سي وحيابك لا او حمانك سميي الا وقف له يوم القيامة مال انتا اخر والس استاجنا ايو يري نبيك صلى الله عليه وسلم منك وحقياني ايا لسو جوجنا فيأخذ من حسناته حسنات كيس ايا لوغا قاضا يا ما شاء ان الله انت اوضون منك ناكتا لغا قياني حتى يرضى الا او كرالي نقض حوغا لوغا سو قاضا مرالي نقطة لليه ما يهدوط هوا لوغا سو قاضا ساسا لولجيدا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته حسنات كيس لغا قاضا ما شاء انت اوضون حتى يرضى بريد وحو يري ثم التفت إلينا رسول الله انت كقضى رسولك ألا نسو في ري فقال ما ظنكم محاد أمليني سين أيو يري مضحبوك تقدونا ننكا وحيلا متاين ذهب لو دادي أي أوكل أولي روالو انتكو أنف أيسك قاض وحموك تقاقف كنو عسى وميا waliba waa maalinta qiyaama waa maalinta xasanaadka dahabka iyo dollaraadka uu ka qiimo badan yahay maalintaas hal xasanaad ayaa lagu xisaabtamaa maalintaas laba rakacadood ayaa lagu xisaabtamaa maalin hebla inta aan maqaayada fadhiyey maalin hebla inta aan qayilaayey laba rakacadood haddaan dukan lahaa kheyr iyo wanaagay ii ahaan lahay waa maalin la dhahaayo macdaalika xasanaadka maalinta aad iyo aad ayuu dadku ciriiri u yahay ilaah wuxuu tilmaamay dadka haalimiinta ah diinta alla diiday xaqa raaci waayey oo diinta ku socon waayey haddii la siiyo arlaga mugeed oo dahab ah cadaabkii isaga furan lahaayeen meel ma dhigan lahayn oo bangiga adduunka ma geysteen meel ma ku kaydsadeen laakiin waxay isaga furan lahaayeen cadaabka meesha lagana aqbali lagamana aqbalaayo xataa hadday dhici lahayd ayuu yiri ilaah subxaana wa tacaala haddaba wiilasha muslimiinta ah
ee khayrka iyo wanaaga jecelow iska ilaaliya gabdhaha la qabo. Nin ayaa rasuulka u yimid salawaatullaahi wasalaamuhu calay, wuxuu yidhi yaa rasuul allah, ayu dambin acdam cinda allah, dembi alla agtiisa laga gala kee uwe rasuulka ilaahayow, dembiga alla agtiisa laga sameeya kee uwe rasuulka ilaahayow. Rasuulku wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamuhu calay, an tajcala lillaahi niddaa, inaad ilaahay u yeesho wax asaga la fac ah adigoo og inuu ku qalqay subxaana wa tacaala, caloosha hooyo kugu qalqay, waxaad u baahnayd oo hawo iyo neef ah kugu siiyey, axad meesha kugu kalkaalinaayey ayaan jirin, ururadii caafimaadka ayaa waxaad u baahnayd aysan ogeyn kuna siinin ilaa qaadirka maahane, alam nakhluqkum min maa'in mahiin fajacalnaahu fii qaraarin makiin ilaa qadarin macluum faqadarnaa fanicma alqaadiruun. ilaahay sidaa ayuu tilmaamay subxaana wa tacaala. idan inaad u samayso wax asaga nid ah amase wax ficii oo kale ah sida alle loo caabudo oo kale wax loo caabudo, sida alle wax loogu nadro oo kale wax loogugu nadro, sida alle wax loogugu gowraco oo kale qof wax loogugu gowraco, sida alle loogu qaylsado yaa ilaahayow loo dhaho oo kale inaad u samayso awowgow iyo shiiqadalow iyo awliye allay, inaad dhahdo waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin dembiyaalka ugu waaweyn ee alla laga galo subxaana wa tacaala. maxaa ku xiga ayuu yidhi ninkii, rasuulku wuxuu yidhi inaad anugaaga disho adigoo nacaaya inuu kula quuto, ama maxaan siiyaa adoo ka cabsanaaya inaad anugaaga disho, ayuu yidhi salawaatullaahi wasalaamuhu calay. midda saddexaad maxaa waaye, ayuu yidhi ninkii, rasuulku wuxuu yidhi inaad ka zinaysato jaarkaaga xaliiladiisa, naagta dariskaaga naagtiisa inaad ka zinaysato, ayuu yidhi salawaatullaahi wasalaamuhu calay. ayadoo zinadu dhammaanteedba ay mamnuuc tahay, ayaa haddana haddii bannaanka ay tahay iyo haddii daris ay tahay kala dhibaato badan yihiin. maanta aad iyo aad ayaa loogaga faa'iidaystaa dumarka ragooda maqan yahay. war si fiican isaga ilaaliya oo ixtiraama, war hadal wanaagsan kula hadla, war mar allaalla markaad isu imaanaysaan khalwaha samaynina, war mar walba marka aad wax isu sheegaysaan diin alla isugu imaada. dumarka ixtiraam iyo wanaag ayay leeyihiin, maca daalika waa in aad iyo aad laysaga ilaaliyaa. waa la dulmiyaa maanta, laba siba waa loo dulmiyaa, naagta oo ninkeeda baalqabeen uusan ahayn, ama faqiir uu yaho waxba aan markaa haysan, oo marka la dulmiyo oo la tilmaamo dahab iyo doolaraad iyo waxyaabo kale la tuso si ay uga fidnowdo meesha ay uga soo baxdo, maca daalika ay dibadda u timaado. xaaladda noocaasa waa mid. midda kale, maqnaashaha ninka uu maqan yahay dhibaato fara badan ayaa ka timaada. maca daalika gabdhoy, idinkuna aad iyo aad u wanaagsanaada, diinta ilaahay ixtiraama oo qadariya oo qiimeeya, warragow idinkuna ilaahiina ka cabsada, war xirmada iyo wanaaga ay dumarkaa leeyihiin aad iyo aad u qiimeeya, war ragga baxaaya oo in badan maqnaanaayow idinkuna ilaahiina ka cabsada, oo gabdhaha soo ogaada oo usoo noqda si deg deg ahna ugu imaada. ileen waxaa laga yaabaa naagta mar allaalla markii lasoo guursaday toddobada markuu ka baxay ayuu ka dhoofo baris ama london ee ingiriiska aaday, maca daalika ilaa 14 sano iyo ka badan ayuu maqan yahay. war xaaladda noocaas waa shay xaaraam ah, waa waxaan la ogoleen war diinta ilaahay sal iyo baar kuma laha xaaladda. war ilaaha meeshaa joogaa meel walba jooga, war ilaahay meeshaa doontuu kugu arsuqaa, war dumarka ayaan la dayicin, war dumarka ha laga dhiga kuwan wanaagsan. maca daalika waa in mar walba raggu meesha ay ku nool yihiin badalaa lagu nooleeyo ay ku noolaadaan. rasuulku wuxuu dhahay safarku waa qayb ama qidca cadaab ka mid ah, ee xakiir marka uu safar aado ha usoo degdega ehelkiisa, ehelkiisa dhaqse ha u yimaada, ayuu yidhi salawaatullaahi wasalaamuhu calay. war si fiican ugu soo dhaqtama, war qofka haddii dantiisa iyo xaajadiisa uu dhammaysto deg deg ha ugu laabta ehelkiisa. waxaan u diraa biil ayuu ku leeyahay maanta, maalin walba lacagteeday qaadataa. war guriga ay degan tahay uma baahna naagta, war guriga hooyadeed iyo aabaheed iyo ehelka ay deganaayeen arad ay ka xirata iyo dharay qaadata kama weyn, raashin ay ka cuntay midka aad siinaysa mid ka fiicanay ka heli jirtay, war sariirta aad u dhigtay mid ka fiicanay ku siixan jirtay, ee ujeeddada iyo waxa meesha keenay waad la socotaa waana taqaaniine. ragow rabbigiina ka cabsada oo diinta ilaahay qaata sida qeybka uu yahayna raaca rasuulka sallallaahu calayhi wasalam. xaaladda noocaasa aad iyo aad ayuu ragga ugala hadlay inay mar walba dumarka wanaajiyaan, waa inay mar walba ka ilaaliyaan maqnaashaha badan, waa inay mar walba diinta al ixtiraamaan ay ku socdaan. waqtigii cumar ibnu khitaab wuxuu ahaa mid wareega oo raaraagiya xaaladda sida ay tahay dadka ayuu u koorgeli jiray, weliba habeenkii ayuu wareegi jiray, habeen habeenada ka mida asagoo wareegaaya ayuu maqlay islaan shicraysa ama gari tirinaysa oo dhahaysa qorax ayaan iisoo dhicin iina soo bixin, wallaahi makhaafada alla haddaysan ahaan lahayd iyo walxayaau minii xishoodhani xaggeyga ahaada la xurika haada sariira jawaanibuhu, sariirtaa dhinacyaalkeeda wax dhaqdhaqaajiya ayaan keeni lahaa.
iyo gaba noocaas ay markaa tirinaysay laakiin maxafada iyo cabsida Alle subhanahu wa ta'ala iyo ikraam karaamayn aan karaamaynayo ninkeega ayaa xaaladda iga reebaysa waa xaalad ajeeb badan waa heerka ugu dambeeya ayay taagan tahay ilaa gabadhiisa xafsa uu u wacay rasuul Umar ibn Khattab macnaha hayo gabadhiisa xafsa uu u wacay Umar ee uu yiri gabadhaydiyay meeqa ayay ragu ka man dumarku ay ka maarmi karaan ama ay ka maqnaan karaan ragooda ama ay dul qaadan karaan ilaa ay tiri waxooga markii ay xishootay ilaa afar bilood iyo waxyaabo intaasoo kale markaa u dhow Umar ibn Khattab waxa uu sameeyay ragii duulaanka ku jiray ee jihaadka difaacay ee diinta Alle difaacay oo kelimada laa ilaaha illa allah difaacay oo u dhimanay in laga soo bixiyo furinta oo markaa afar bilood ka gadaalba ciidan cusub iyo askar cusub uu u diro maca dalika waa dadkii diinta difaacay waa dadkii kelimada tawxiidka u dhimanayay waa dadkii khayrka iyo wanaaga ku socday meelahaasa lagu tuntaa oo khamri iyo khanziir lagu cabaa waxaa lagu jiraa kaniisadaha dumarkii ayaa la dayacay oo laga tagay intaasoo sanaa laga maqanyay warragow ilaahiina ka cabsada arrinta noocaasna joojiya war gabdhaha la qabooy dadka idin imaanaya iyo dadka idin soo galaaya aad iyo aad isaga fiiriya war rabbigiina ka cabsadoo iimaan kaalmaysta war qalbigiina mar kasta iimaanka iyo wanaaga ha ku dheeraado mar walba iimaanka iyo wanaaga meel dheer ha ku gaaro xaaladaasa khayrka iyo wanaaga ku gaaraysa salaada badiya war qaybta iyo wanaaga badiya jalaabiibta iyo xijaabka labista war hadalkiina ha jajabinina waxyaaba kaftan iyo hadaaba imaala yacni hala imaanina war ragga ajaanibta ha dhexgelinina gacanta ha ku salaaminina hala haasaawino wax kale hala samaynina maanta ninkii waa maqan yahay afar nin ayaa dhex fadhisaa waa laga yaabaa inay la qayshay la cashaysay la quraacatay la sigaar cabto xaaladaha noocaasa maanta aa maraynaa maxaa ilaahay noogu gargaari la'yahay aa leenahay war xaggee gargaarka ilaah ka imaana subxaana wa tacaala umad saas u bilowday oo diyo intay diintii ilaah saa ugu tumatay oo sunadii nebiga ixtiraami weysay oo khayrkii wanaaga ku soco weysay si wanaag iyo sharaf u gaarayaan intaasoo dhan waxaa ka daran ragga ayaga nimanka maqan naagahooda u dhaxa ee u gala dhibaatada iyo xumaatadana ku sameeya amase gaarsiiyada heer ay fureen iyo waxyaabo kale isugu gaaraan xaalada noocaas ah ragga waa inay aad iyo aad isaga ilaaliyaan naagtu hadday adkaysan weyso ay iskeed ayda ninka u nacbo waa mawduuc gooni ah maca daalika mar walba waa in aad iyo aad laisu qadariya oo laisku qiimeeyaa oo mar walba dadka mu'miniinta ay noqdaan dad ul iyo diirkeeda ah dad hal jisad oo kale markaa ah dad hal saf ku jira oo kale inay noqdaan waa wax ilaahayna amray subxaana wa tacaala war dumarka xaaladoodu waa sidaa naagaha la qabo qiimo iyo wanaag ayay duseenan ku mudan yihiin muxsanaad ayuu ilaah ku magacaabay subxaana wa tacaala waa dad toorsan oo ilaalsan war xarigoodaan xarig la korsaari karin war wax ay ku jiraan ayaan wax kale lagu samayn karin war ragga ay qabaan ayaan fidna iyo dhibaato laga gaarsiin karin war waxyaabaha ay ku jiraan ayaa mar walba la rabaa hadday dhib yimaadaan in la wanaajiyo in la islaaxiyo in khayr lagu dhiso maanta sidii wax loo dumin lahaa aqalo loo dumin lahaa naagaha looga fidnayn lahaa aabeen loo sheega aa qarash lagu bixinaa oo siyaasad kasta loo samaynaa diinta islaamku waxay ogoleed laba qofood oo dagaalamay haddii la heshiisiinayo been ayaa laydiin baneeye ku been sheega ayuu yidhi salawaatullaahi wasalaamuhun calay nin iyo naagtiisa haddii shiqaaq iyo khilaaf dhex yimaado oo ay dhaqmi waayaan oo xaaladdu meel khatar ay gaarto guriga in ninka uu been ku samayn karo naagtu ee ninkeeda been ku islaaxin karto rasuulku baneeyey salawaatullaahi wasalaamuhun calay sidee darteed fiiriya ka warama sidee aqla loo wanaajiyaa sidee niman iyo naag ay u dhaqmi karaan waayo wax been loo sheegaayo maanta waxa khuraafaad iyo been iyo xumaan loo sheegaayo waa sidee xumaata loo sameeyaa aqal taagan oo dhisan sidee loo dumiyaa dad fiican oo dhaqma see colaad iyo dhibaato looga dhex abuuraa xaaladda ayay taagan tahay shabaabka maanta joogow ilaahiina ka cabsada war shabaab dhaba oo diinta alla raaca noqda war dad khayrka iyo wanaaga ku dadaalaa noqda aad iyo aad ayay u kala dembi badan yihiin naagtu hadday tahay mid la qaba iyo haddaysan ahayn mid la qabin labada xaalad xumaayaha markaa lagu kala sameeyo war dumarka la qaba aad iyo aad ha laysaga ilaaliyo war dumarka la qaba aad iyo aad ha loogaga fogaado khaasatan marka ay nimankoodu maqan yihiin mar allaala marka nimankooda maqnaashahooda uu sii daahana aad iyo aad ha loo sii wanaajiyo ha lase noqdo dad diinta ilaahay ilaaliya oo khayrkaa iyo waxa uu rabbina tilmaamay sheega waxyaabaha dhibaatada kelifa maxaa ka mid ah waxyaabaha
dhibaatada keena waxaa kamid ah dumarka ha ugu sii badnaadaane ayaga ayaa waxay halkudhig ama saldhigba u yihiin dhibaatada noocaasa inay markaa timaado midda koowaad ayagoon jilbaabnin oon xijaabnin ayay suuqa u soo baxaan bannaanka ayay soo maraan war dumarku aad iyo aad ayay fidna u yihiin hadday jilbaab iyo xijaab wataan aad iyo aad ayay u qadarin iyo mudnaan leeyihiin ilaah wuxuu tilmaamay nebigiisana amray dumarka uu qabo walaalaha gabdhaha asaga uu dhalay iyo kuwa iimaanka leh intaasoo dhanba inay khayrka iyo wanaagga ku dadaalaan rabbigood ay ka cabsadaan oy diinta raacaan waa wuxuu ilaahay amray yaa ayuha annabiyu qul liaswaajika wabanaatika wanisaai lmu'miniin yudniina calayhinna min jalaabiibihinna may nebiga qiimaha lahow waxaad ku dhahdaa naagaha aad qabto naagaha aad qabto iyo kuwa mataqaanaa aad dhashay iyo kuwa iimaanka lehba gorkiina waxaad ku raaricisaan jilbaabta arrintaas ayaa ugu dhow in laydinku aqoonsado dhalika adnaa an yuqrafna falaa yu'dayn oo arrintaa ayaa ugu dhow ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala in laydinku aqoonsado oo markaa aan laydin dhibin marka inaan dhib la gaarsiin xaaladaa ayaa kalifaysa laakiin naagta hadday bannaanka usoo baxdo ayadoon jilbaab iyo xijaab wadanin waxay noqonaysaa in wax kasta iyo dhibaato walba carab iyo bannaankay usoo baxaan oo ay usoo bandhigsanaadaan xaalada noocaas waa waxaan la ogolay marka xaaladaa waxay kaliftay ama sabab ay ka dhigtay dhibaato kasta inay ka timid bannaankay usoo baxeen ayagoo markaa xijaabka iyo jilbaabka aan wadanin midda labaad ayagoon usluub iyo xishood aan lahayn inay bannaanka usoo baxeen xaaladaa waxay kalifaysaa in dhibaato badan ay timaado wiilasha binaanka jooga ama bannaanka jooga iyo dhallinyarada meeshaa jooga haddii ay noqoto midaan xishood lahayn sariig lahayn waxay doontay isaga hadasho intay bannaanka sii socoto in hadalladu meeshu ay yimaadaan rasuulku wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamuhun calay ibni aadamka dhammaantiis iyo jawaarixdiisa wuxuu sameeyaa zino zinada noocaasna waa mid laamaxaala oo shaki la-aan ah indhuhu way zinaystaa zinadooduna waa daymada gacmuhu way zinaystaa zinadoodu waa taabashada lugaha saasoo kale qalbiga waa la mid ayuu yidhi farjiga ayaa u rumeeya ama markaa u beeniya shaqadu waxa ay ka timaadaa indhaha marka hore sidaa darteed ayuu ilaah yidhi waqul lilmu'miniina yaqudduu min absaarihim waqul lilmu'minaati yaqudna min absaarihinna gabdhaha iimaanka lahow indhihiina laabta oo daboosha wargawiilasha iimaanka lahow idinkuna saasoo kale markaa yeela xaaladaa waxay tilmaamaysaa dhibaatada weyn iyo indhuhu waxay yihiin sahmi iyo sihaan iyo gamuun gamuunada ibliiska uu tuuro ka mid ah maca daalika rabbi xaalad fiican ayuu u sameeyey qofku mar allaala marka uu xumaan arko alla indhaha wuxuu ugu talagalay dabool isla markii lagu dabooli karo nin ayaa rasuulka u yimid uu yi rasuulkii allow daymo koowaad hadday iga dhacda see yeelaa waa lagaa cafiyaa ee isrif basaraka ayuu yidhi indhahaada ka leexi mid labaadna ha u celinin midda saddexaad waxay noqotay dumarkii oo bannaanka soo baxay ayagoo catar iyo barfuun leh maca daalika intaas raggoodu ay ka maqan yihiin war naag saa samaysay oo nin uu la qabsaday oo xaaladaa ay la timid waxa noocaasoo kale inay dhibaato imaanaysa waa la fahmi karaa haddaba waa mamnuuc gabar iimaan leh oo rabbi aaminsan oo reerkeeda dhaqanaysa oo ninkeeda hoos joogtaa inay damac kale markaa u gasho ama damac kale ay ka qaada nin kale ama xiriir kale ay la yeelato xaalada noocaasi aagaad bay u dhibaato tahay ilaahay mucaamubaayaca ayuu ka qaad yidhi nebiga dumarka waxa uu ku yidhi yaa ayuha annabiyu idaa jaa'aka almu'minaat rasuulkii allow gabdha iimaan leh haddii ay kuu yimaadaan yubaayicnaka ayagoo raba inay kula mubaayacoodaan calaa an laa yushrikna billaahi shay-a inaysan rabbigood waxba u shariif yeelaynin walaa yasriqna walaa yasniina aysan xadin aysan zinaysanaynin walaa yaqtulna awlaadahunna aysan ilmahooda dilaynin walaa ya'tiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihinna wa arjulihinna aysan la imaanaynin been abuurasho labadooda lugood iyo labadooda gacmood inta u dhexaysa dhexdooda ah waxaa loola jeedaa ayadoo nin qabtaa inay nin kale aado xaaladda noocaas ah haddaysan la imaanaynin intaa wuxuu ugu daray ilaahay walaa yacsiinaka fii macruuf macruufna aysan ku caasinayn intaa hadday la imaanayaan fabaayichhunna wastakfir lahunna allah la mubaayaco rasuulka ilaahayow dembi dhaafna ilaahay u weydii ina allaha ghafuuru raxiim ilaahay waa alla dhaafid badan oo naxariis badane haddaba xaaladda noocaasa dadku waa inay ogaadaan xaqa ay fuliyaan diinta alla ay raacaan gabdhaha laga maqan yahay aad iyo aad ha loo wanaajiyo ayaguna waa inay noqdaan dad diinta ilaahay raaca ragga wax badan maqnaadayna waa inay degdeg ugu soo noqdaan xaasaskooda nimanka dhex jooga naagaha laga maqan yahayna waa inay usluub iyo ixtiraam wanaagsan ku socdaan oo dumarka ay wanaajiyaan qiimaha iyo wanaagana ay u yeelaan taas ayay ku gaarayaan adduun iyo aakhirada wanaag haddaba xaaladda waxay ka mid tahay waxyaabaha ay lagu badbaado adduun iyo aakhir rasuulku allah lacanada ayuu yidhi naagaha nimanka iska dhigdhiga iyo nimanka naagaha
iskadiga intaasoo dhanba nacalada eela korkooda ha ahaato dumarkii maanta rag ahaan ayay u socdaan xagga xarakada xagga labiska iyo arrimooyinka lamidka ah raggiina saasay yeeleen silsilada ayaa gobol gashtay qaara fadaafiyaale dahaba u xiran xaar qaara xagga xarakada iyo kulli sameeyey intaana waxay ka mid yihiin waxyaabaha dhibaatada keena haddaba labada mowduuc ee aan ugu talagalnay in dadku ay iska ilaaliyaan dhanniga iyo malaha xun dumarka la qabana inay aad iyo aad u ixtiraamoobaan oo ay isluub wanaagsan ku dhaqmaan ragga dhex joogana ay wanaag fiican kula mucaamaloodaan waxay ka mid yihiin waxyaabaha anshaxa iyo asluubta wanaagsan ee diinta islaamkana amartay markaa ah marka dhammaanteen waxaan naloogu talagalay inaan arrintaa fulino ilaahayna waxaan ka baryayna inuu xaqana waafajiyo lagana dhiga dad diinta ilaahay raaca oo ku dhaqma oo ku camal fala dembiyaalkii ay galeenna ilaahay ka cafiyo subxaana wa tacaala ilan bini aadam dhammaantii waa gafayaa inta gaftana waxaa u khayr iyo wanaag badan inta kasoo laabata ee markaa kasoo noqota marka aad iyo aad aan u dadaalna dhammaanteen aana noqona dad diinta ilaahay ku dhaqma si ilaahay agtiisa aan khayr iyo wanaag uga gaarno inta ka horaysana wabillaahi tawfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.